بسم الله. النهارده كده هندسه ان شاء الله سريعا كده باذن الله عايزين نعرف ازاي نطلع لوحات الديزاين. ايه لوحات الديزاين دي؟ لو انت فاكر احنا كنا عملنا البلان بتاع الطريق ده، عملنا له الديزاين بتاعه كامل صح؟ تمام. اللي هو الالاينمنت او البلان بتاع الطريق، وكمان كنا عملنا الديزاين بتاع مين او ال كنا عملنا الديزاين بتاع البروفايل بتاعي صح؟ عايزين نبدا نطلع لوحات الديزاين دي. لوحات الديزاين اللي هي لوحات ايه؟ عباره عن لوحه، اللوحه دي المفروض بتشتمل على جزء من البلان مع جزء من مين؟ من البروفايل. ولكن دلوقتي انا هطبع مثلا على لوحه A1 بسكيل 1 ل 1000. اللوحه الاي 1 بسكيل 1 ل 1000 بتاخد تقريبا في حدود مثلا من 500 ل 600 متر من الطريق. فمعناها ان انا هروح وليكن لاول 600 متر من الطريق من البلان اخدهم احطهم في لوحه بالاضافه لمين؟ ها؟ للبروفايل. للبروفايل بتاع الطريق بتاعي يا باشمهندس في هذا الجزء. طيب ازاي هطلع الكلام دوت؟ موضوع سهل ان شاء الله. بصوا كده هندسه، ده كده وليكن شكل اللوحه بتاعت الطريق. اللوحه دي بتبقى بتحتوي على زي ما اتفقنا البلان بتاع الطريق فوق، وليكن في كيلو او في 600 متر اللي احنا اتفقنا عليهم، وتحتها مين؟ البروفايل بتاع الطريق. اذا انا محتاج احط بلان مع بروفايل فين؟ في لوحه واحده. طيب هو انا الطريق بتاعي يا باشمهندس هل هينفع احط البلان ده مع البروفايل ده في لوحه؟ لا يبقى احنا بنهزر. ليه؟ لان انا عندي زي ما اتفقت معاك اللوحه هتاخد كام؟ 600 متر. اذا انا محتاج اعمل ايه؟ اقطع الطريق بتاعي ده، وليكن الطريق بتاعنا ده كام كيلو ما شاء الله؟ بسم الله ما شاء الله، واحد حوالي 22 كيلو. لو قسمتهم على 600 هتلاقي نفسك تقريبا هتوصل لكام؟ تقريبا ما يقرب من 40 لوحه. طب مين بقى اللي هيقطع لي اللوحات دي كده كلها؟ انا ولا البرنامج؟ البرنامج يا باشمهندس. علشان تبدا تطلع اللوحات بتاعتك دي الراجل هيتطلب منك حاجتين. ايه هما؟ الديزاين بتاعك زي ما اتفقنا اللي هو البلان والبروفايل فول كومبليت، كومبليت بالشكل النهائي اللي حضرتك عايز تطبع بيه، وكمان هيتطلب منك اللاي اوت او الفريم اللي انت يا باشمهندس اللي انت هتطبع عليه. اللاي اوت اللي هي شكل اللوحه بالسكيل بتاعها، بشكل البرواز بتاعها، بكل ما فيها اللي انت ايه هتطبع عليه. طيب هل حضرتك عملت تمبلت ولا ما عملتش؟ لا ما عملناش. انا دلوقتي عايز اعمل تمبلت علشان اطبع عليه مين مع مين؟ بلان مع بروفايل. والتمبلت ده يا باشمهندس انا عايزه يبقى بحجم لوحه كام؟ A1 وبسكيل كام؟ وليكن 1 ل 1000. ممكن تظبطه على 1 ل 2000، بس لازم تبقى متاكد من التكست هايت. انا دلوقتي التكست هايت كلها متظبطه بسكيل 1 ل 1000، انا هطبع على A1 بسكيل 1 لكام؟ 1 ل 1000، واظبط الخرطوشه بقى واظبط كل الشكل بتاع الخرطوشه بتاعتي. طب هعمل الكلام ده ازاي؟ موضوع سهل كده. اول حاجه يا باشمهندس هبدا اتعامل مع الفريم. يعني انا الديزاين بتاعي هو زي ما هو، انا هسيبه دلوقتي كده في حاله وهروح لمين؟ الفريم اللي هنطبع فيه. فاكر كنا بنجيبه منين؟ من قائمه فايل. خلي بالك البرنامج مزود بمجموعه من التمبلت صح؟ انا هاخد التمبلت بتاع البرنامج وابدا اعمل ايه؟ اظبط عليه. ازاي؟ من قائمه فايل يا عمي هقول له ايه؟ نيو، مش اوبن، نيو. تمام. من نيو هلاقي عندي فولدر اسمه ايه؟ بلان برودكشن. البلان برودكشن ده عباره عن فولدر، الفولدر ده بيشتمل على كل التمبلت الخاصه بالبرنامج. هتفتحه يا باشمهندس هتلاقي يقول لك انا عندي تمبلت خاصه باليونت الامبريال وعندي يونتس خاصه بالمتريك. انا دلوقتي اكيد شغال على مين؟ هل حضرتك عايز تطلع كروس سيكشن فتستخدم التمبلت ده، ولا هتطلع بروفايل بس، ولا بلان بس، ولا بلان بروفايل؟ بلان بروفايل. انا دلوقتي هطلع بلان بروفايل. اقول له يا عم افتح لي الايه؟ التمبلتس الخاصه بالبلان بروفايل. اول ما هتقول له اوبن يا عم اسلام هتلاقي الراجل راح رايح لك وفاتح لك ملف جديد. الملف ده بيشتمل على كل التمبلتس اللي الراجل مظبطها لك لمين؟ للبلان بروفايل. اول تمبلتس عندك حاجه اسمها ايزو اي نود بسكيل 1 ل 1000. يعني ايزو اي نود النود اللي هي اللوحه النود، الله ينور عليك، 90% في 120 ومظبطه بسكيل 1 ل 1000. ثم عندك ايزو اي نود بسكيل 1 ل 500، ايزو اي نود بسكيل 1 ل 5000، ايزو اي 1 بسكيل 1 لكام؟ 1 ل 1000. ثم ايزو اي نود بسكيل 1 ل 500 وما الى ذلك. حضرتك هتطبع على مين؟ على ده الحمد لله انا لقيت عندي اي 1 بسكيل 1 ل 1000 صح؟ فانا اقول له يا عم انا محتاج الايه الراجل ده، او محتاج الشيت ده. مبدئيا وقبل ما تبدا تعديل، ايه يا عم؟ حضرتك يا باشمهندس هتعدل على التمبلتس الخاص بالبرنامج، ولا تحب تعمل التمبلت جديد؟ نعمل تمبلت. اعمل ازاي؟ انا دلوقتي فاتح الملف بتاع التمبلت بتاع البرنامج اهو صح؟ تمام. هقول له من قائمه فايل مين؟ ها؟ سيف از. اقول له انا هحفظ الملف ده في مكان جديد، ولكن اقول له سيف على الديسك توب باسم مين؟ اي حاجه. اي حاجه اللي انت عايزها، اقول لكم بلان بروفايل بي بي مثلا تمبلت، واقول له حطه لي على الديسك توب. الاهم الاهم من الاسم ومن المكان مين يا هندسه؟
طيب وقلنا الصيغه لازم تبقى دي دبليو تي. الله ينور عليك. ما ينفعش لا سيف دي اكس اف ولا دي دبليو جي. لازم ابقى متاكد ان انا مختار حاجه اسمها ايه دي دبليو تي. خلي بالك لو مش دي دبليو تي مش هيقراها, فانا اتاكد ان انا دي دبليو تي. هتلاقي راح مرجع لك كل حاجه. اقول له معلش سيف على الديسك توب, ولكن هدي له بي بي اللي هو بلان بروفايل ايه تمبلت, واقول له يا عمي سيف. يبقى دلوقتي الاعدادات اقول له ماشي اوكي. الاعدادات اللي حضرتك هتعملها يا باشمهندس هتبقى موجوده على فايل اسمه ايه بي بي تمبلت اللي على الديسكتوب, ومسايف بصيغه دي دبليو تي اللي انا ايه مظبطها. طب حضرتك عايز تظبط ايه في هذا التمبلت؟ عايز اظبط شويه حاجات. ايه هي؟ اولهم هو اوريدي متظبط بلان بروفايل. يعني هتلاقي اللوحه نفسها متقسمه لجزئين, جزء تحت وجزء فوق. مين دول؟ الفولدر تحت البروفايل, البروفايل وفوق هيبقى البلان. بس هل شكل الخرطوشه ده يمشي معاك؟ لا لا. فانا اول حاجه عايز اظبطها, عايز اظبط شكل مين؟ شكل الخرطوشه بتاعتي. اظبطها شكل الخرطوشه دي ازاي هندسه؟ علشان تظبطها نكتب فيها الاسم والكلام ده. اللي هي البيانات بتاعه اللوحه اللي هي شكل الفريم اللي انت هتطبع عليه كله. طب اظبطها منين؟ عندي حاجه حل من اتنين. يا اما بختارها كليك يمين وانا حاجه اسمها بلوك اديتور. لو البرنامج لقيتها لا بلوك اديتور, يعني عايز اعدل في مين؟ في هذا البلوك او في هذا الاديتور او في هذا الفريم يعني. لو ما لقيتهاش يا باشمهندس موجوده, لو عملت ريست هتلاقيها, بس مش موضوع ريست دلوقتي. ده لو ما لقيتهاش موجوده عايز اعدل, هتروح لحاجه اسمها 2 دي درافتنج او درافتنج انوتيتد اللي هو الاوتوكاد يعني. ومنه هتروح لحاجه اسمها هوم, هتلاقي في حاجه اسمها ايه بلوك. مش هو ده بلوك اهو رقم الرباط كله انت عايز تعدله؟ فانا قلت كل اللي انا عايز اوصله, كنت عايز اوصل لمين؟ للاديت بلوك ده. من اديت بلوك مش هنسى تلاقي الراجل بيقول لك هو البلوك بتاعك اسمه ايه, انت شغال على اللوحه اي نود ولا اي 1؟ لا اي 1 اي 1. فدي الاي 1 تايتل يا باشمهندس. بعدها اقول له ايه اوبن او اوكي. اول ما هتقول له اوكي هتلاقي الراجل راح فاتح لك صفحه ثانيه خالص. الصفحه دي بتشتمل على مين؟ لا خرطوشه بقى على الفريم بتاعك. اعمل اللي انت عايزه بقى في الفريم ده يا باشمهندس. عايز تعمل ايه؟ اولا بص يا عم, انا عايز امسح الشكل ده كده مش عاجبني عايز امسحه, والشكل ده كده وليكن مش عاجبني عايز امسحه. انا هسيب بس خط واحد من دول عشان هستخدمه هناك بس, وهمسح كل الحاجات الباقيه. طب شوف كنت مسحها من الاول. مسحها من الاول ازاي؟ هي كان بلوك على 3 دي على كانت بلوك هناك, كل ده كان متربط مع بعضه. انا عايز اشيل حاجات واسيب حاجات, فرحت قايل له بلوك إيه. طيب بعدها يا عم اسلام هبدا وليكن اظبط شكل اللي شايف الكيرف ده ما بحبوش. فبامر فيلت على راديوس بقول له ار انتر براديوس 0, وابدا افلت الخط ده مع الخط ده عشان يشيل مين؟ الكيرف ده. بعدها الخرطوشه هتحب حضرتك تاخدها فين؟ تاخدها على الشمال ولا تاخدها على اليمين ولا تحت؟ تبقى على الشمال. يعني ممكن يا باشمهندس ناس تقول لي انا هحط الخرطوشه على اليمين, وفي ناس تقول لي انا هحط الخرطوشه فين؟ على الشمال, وفي ناس تفضل ان هي تحط الخرطوشه تحت. ايهما افضل؟ الوضع الايديال هيرجع للغه اللي انت هتطبع بها اللوحه. لو هتطبع اللوحه انجليزي يفضل ان هي تبقى على الشمال. لو هتطبع اللوحه عربي على اليمين. على اليمين. الوضع اللي تحت ده بيبقى مفضل لحاله واحده بس, لو انت عايز تستغل العرض ده كله. اشمعنى؟ لان لو هحط خرطوشه هنا كده يا عم اسلام هتلاقي العرض بتاعك بيقل. العرض بيقل معناه ان اللوحه دي هتاخد اكبر طول ممكن ولا اقل شويه؟ أقل شويه ماشي. فدايما لو انت عايز تحافظ على الطول ده خد الخرطوشه بتاعتك ايه تمام افقيه. وليكن دلوقتي انا هاخدها ايه على الشمال اللي هو في الوضع الايديال بتاعها. طيب في الوضع الايديال بتاعها يا عم انا عايز اقتص بقى جزء منين؟ جزء من اللوحه دي اخده بحيث ان هو يبقى الخرطوشه. يا ترى اخدها في حدود قد ايه؟ دايما الخرطوشه دي بتبقى في حدود من 10 ل 15 ايه سنتي. من 10. خلي بالك اللوحه كلها كام؟ 90 سنتي. اللوحه كلها 90 سنتي, فبيبقى الخرطوشه اللي انت هتقتصها دي من 10 لكام؟ 90 في كام الاي 1؟ 90 في 70. 90 في 70. طيب اللوحه دي زي ما اتفقنا الخرطوشه هتبقى كام؟ هتبقى من 10 لكام؟ من 10 ل 15 سم يا باشمهندس على شمال اللوحه. طب اخدها ازاي؟ دي سهله جدا. بعمر لاين هتاخد خط من هنا لهنا كده يا عمي. لا مش تمام اوفست. وتعمل له اوفست. الله ينور عليك. خلي بالك, طب ليه ما عملتش اوفست من الخط الموجود؟ لان بلوك برضو يعني الخط ده كله ايه بلوك واحد وبولي لاين كمان. فانا بس خدت خط وبامر موف ممكن احركه مسافه كام يا اسلام بيه؟ تمام 15. 15 10 12 مفيش مشكله, ولكن انا هعرضه 10 بس. خلي بالك بضربها في كام؟ في 10, لان الفريم كله مضروب فيه 10. فال 12 بالنسبه لي هي كام؟ 120 ملم. بعدها يا عم اسلام تبدا تنزل الراجل ده من هنا كده لحد هنا. بعدها ابدا بقى, خلي بالك انا سايب الخط ده كده علشان اتعامل معاه او اخد منه ايه الكوبايات. ادي اول جزء في الخرطوشه بتاعتي, وليكن هيبقى من هنا لحد فين؟ لحد هنا. وممكن على فكره خلاص استخدم الخط ده من هنا لحد هنا حاجه بالمنظر ده. ولو عايزه يبقى تقيل خلي بالك ده خط بولي لاين تقيل. لو عايز ده يبقى زيه ممكن بس اقول له بي اديت بي اي انتر, او ممكن اعيد رسمه تاني بولي لاين براحتك. يعني انا اقول له بس بي اي انتر انتر في انتر. بعدها بامر ماتش بروبيرتيز
هاخد خصائص المالتي لاين ده اديها للخط ده المالتي لاين عشان يبقى الاثنين زي بعض. انا قلت له بي اي انتر عشان احوله بلي لاين واقدر انسخ الخاص بتاعتي بسهوله. طيب انا خلاص يا عم حددت ايه، حددت حوالي 12 ملي 12 سم كده هحط فيهم ايه الايه البيروت بتاعتي. طيب جميل هذا الكلام. لا عايز تقللها ولكن انا اخدها 10 بس عشان كل ما قللنا كل ما كان هي زي ما اتفقنا ياخد اكتر ياخد اكتر كل ما كان اكتر، فانا هاخدها ولكن 10 سم بس. طيب بعدها حضرتك بقى جاهز دلوقتي يا باشمهندس انك تبدا تحط الكتابات اللي انت عايزها. ايه الكتابات اللي انا عايزها دي؟ ما انت عارف ان الخرطوشه دي كده بتبقى مجزاه لبعض الايه لشويه خانات. اول خانه بنحط فيها مين وليكن اسم البروجكت اسم المشروع بتاعك. بعدها بنحط اسم اللوحه، اللوحه دي بتشتمل على البلان بروفايل كذا. بعدها تحتها يا باشمهندس بنحط وليكن اسم المصمم. بعدها بنحط وليكن اسم الاستشاري. بعدها بنحط اسم المالك. بعدها بنحط السكيل اللي انا بطبع بيه. فانت بتحط كل البيانات الخاصه عندك. طب والجزء اللي فوق ده بيبقى نوتس جنرال نوتس، لو انت عايز تحط فيها اي ملاحظات، عايز تحط الكي بلان، عايز تحط الليجند، عايز تحط فيها اي حاجه عندك يا باشمهندس. طب انا دلوقتي وليكن خدت برواز اهو، عايز اكتب فيه وليكن الاسم بتاع المشروع بس. تمام اعمل ايه؟ اكتبه. ده سهل جدا. هتكتب من خلال مين؟ الكيد تكست. على الكيد بالظبط، بامر تكست بقول له تي انتر، ومن تي انتر دي هاخد لي برواز هنا كده وابدا اكتب فيها اللي انا عايزه. وليكن اقول له ايه هنا هنكتب وليكن البروجكت. بس خلي بالك برضو انت ممكن تختار الفونت اللي انت عايزه عشان تكتب كتابه ايه محترمه شويتين. وليكن اقول له هكتب يا عم بالتايم نيورون واكتب وليكن البروجكت نيم اللي هو اسم مين المشروع. اسم المشروع مثلا. هتلاقي الكتابه بتاعتك صغيره قوي صح، ومفيش مشكله انك تكبرها بامر مين سكيل اس سي انتر، وتبدا يا باشمهندس تاخد الكتابه دي تكبرها بما هي يتماشى معاك كده وليكن بالمنظر ده. بعدها وليكن تحطها فين، تحطها يا باشمهندس وليكن هنا كده. صعب هذا الكلام؟ تمام. طب بعدها وليكن عايز اكتب اسم المشروع، مفيش مانع. الله ينور عليك. ممكن ما انت خلي بالك بقى لو انت في بروجكت معين او في شركه معينه هتظبط لك انت ايه؟ تمبلت بقى بكل حاجه اللي هو باسم الشركه باسم كل حاجه، فتبدا تستخدمه ايه مباشره. تمام. طيب هنا كده وليكن عايز اكتب اسم المشروع عادي جدا، انا خدت كوبي من الكتابه. بعدها تبدا تقول له يا عم اسلام من ايديت بقى خلاص، وتقول له يا عم ايه ظبط لي الراجل ده كده وليكن ايه؟ هنسميه مثلا اي حاجه. فري اسم البروجكت بتاعك بقى، شوف انت هتسمي ايه. هتسمي البروجكت بتاعك ايه، وليكن فري واي ديزاين مثلا او بروبوزد فري واي ديزاين اي حاجه. تمام. فانت شوف هندسه هتسمي البروجكت بتاعك ايه، وابدا ايه ادي له المسميات اللي انت عايزها، وابدا اكتب البيانات اللي انت عايزها. تمام. في مشاكل في هذا الكلام؟ تمام. طيب جميل جدا. طب انا هنا كده عندي وليكن لوجو للشركه او لوجو للمشروع او صوره المشروع عايز اجيبها، هل ممكن؟ قطعا ممكن تجيب اي صوره. ازاي؟ من القائمه اللي اسمها انزرت هندسه هتقول له حاجه اسمها الدي دبليو جي، ممكن تجيبها افضل تقول له شو بس لمين للمنيو بارس. انا قلت له شو للمنيو بارس عشان يظهر لي مين المنيو بارس الخاصه بالاوتوكاد. بعدها من قائمه انزرت دي تقول له انا عايز مين ايمج، عايز ايمج، عايز صوره، ومن الصوره بتاعتك اجيب اي صوره. شوف كده وليكن على الديسك توب في اي صوره هنا اي حاجه. ده حاجه موديل. طب ده انت ايه برضه موديل، ماشي اي حاجه. ولكن انا هجيب الصوره دي كده مثلا. اوكي مفيش مشكله. يقول لي احطها لك فين، اقول له احطها لي هنا كده يا عم وحدد حجمها. جاب لك الهندسه ايه الصوره بتاعتك وحطها. من حقك على فكره تتحكم في حجم الصوره دي زي ما انت عايز، عايز تكبرها تصغرها، ما عندكش ايه ما عندكش ادنى مشكله يا عمي، زي ما انت عايز اعمل. طيب عايز اكتب هنا اقول لكم اسم الديزاين الديزاينر، ممكن كوبي من اللي انا عملته ده كله مثلا. تمام. عشان يبقى متناسق ماشي، واخده من هنا احط هنا واكتب وليكن ديزاين باي واكتب اسمي. بعدها اكتب ايه وليكن الاستشاري كذا، الملك كذا. بعدها اكتب السكيل بتاعي، وتخلي بالك في السكيل ده بيبقى عندنا كام سكيل؟ اثنين. سكيل افقي واحد ل 1000، وسكيل راسي واحد ل 100. الله ينور عليك. دايما بيبقى مقسوم على 10 او مضروب في 10. طيب بعدها انا دلوقتي خلصت مين شكل اللوحه بالشكل اللي انا عايزه بكل كتاباتي بكل حاجتي. طب النوتس اللي فوق دي مثلا اقول مثلا الار اللي انا مستخدمها، الكهات اللي ممكن اي حاجه يعني اي حاجه انت عايز تكتبها تكتبها. ديزاين سبيد، الراديوس، الديفولت، لو انت عندك ابريفيشن عندك اختصارات. يعني مثلا احنا عندنا في البروفايل مش عارف البي في سي اس. تمام. تيجي كاتب البي في سي اس دي بتعبر عن ايه اللي هي الجانب فيرتيكال كاستيشن، فتكتب كل حاجه. ممكن ليجند. ليجند يعني الله ينور عليك. الله ينور عليك. ليجند يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي وليكن هيبقى في عندي في البلان خطوط
حمراء مثلا والخطوط دي بتمثل سطح الارض الطبيعيه، فاروح اقول له انا عندي يا عم خطوط اهي مثلا الخط ده بيمثل كذا، الخط اللي مش عارف تسلم اللي هي الليجن دي الليجن وبعدها قدامها تيجي كاتب الخرائط العاديه اللي هي الخرائط اللي... ما هي بقى تظبط زي ما انت عايز تاخد كوبي من ده كده مثلا وتيجي كاتب قصاد ايه وليكن ده بيمثل اللي هو الخط الاحمر ده بيمثل وليكن ناشونال جراوند، فتيجي كاتب الخط الاحمر قدامه ليه الناشونال جراوند ده الليجن بتاع الكيماب. الكيماب دي اللي هي صوره المشروع كامل، فولاكن اخد صوره جي بي جي من المشروع بتاعي كامل واطلعها واجيبها ايه انزلت هنا احط صوره المشروع بتاعي كامل اطلع صوره من البرنامج ممكن بالبرنت سكرين او ممكن اطلعها من الاوتوكاد ماشي او من البرنت يعني. المهم بظبط الخرطوشه دي بالظبط بالشكل الايه تمام اللي انا عايزه واحط فيها كل الداتا، وكل ما احط داتا اكتر كل ما اكون ايه افضل. خلي بالك الخرطوشه دي تبقى للوحه ولا لكل اللوحات؟ لكل اللوحات مباشره. انا دلوقتي ظبطت شكل الخرطوشه يا عم اسلام قول له ايه كلوز ثم سيف. هتلاقي الراجل بالفعل يا عمي الراجل ظبط لك شكل ايه شكل الخرطوشه زي ما انت قلت له. بس مين دول؟ شايف الفريم ده والفريم ده؟ ده عباره عن الفريمز اللي الراجل حط لك فيها مين البروفايل البلان والبروفايل. عشان كده انا هجيبه من هنا هظبطه لك حالا. شد ده من هنا جيبه هنا وتخلي بالك من هنا بحاول اخليهم ايه تمام. بحاول اخليهم على الحدود بتاعتي بالظبط. ومن هنا برده من فوق حاول تخليهم على مين برده طلعوا الفريم ده بتاع البلان فوق. ودايما برضو خلي يعني ده الراجل ده عايز تنزله تحت اوكي، عايز تسيب منه جزء سيبه لانه ممكن يحصل فيه مشكله. برضو نفس الكلام من هنا ده بيفضل تسيب منه ايه جزء بسيط كده في الاول علشان لو في ايرور او حاجه تقدر تعدل فيها بعد كده مفيش ادنى مشكله. طيب ده شكل مين؟ شكل اتجاه الشمال. عايز تشيله اوكي، عايز تسيبه براحتك، بس خلي بالك شكل اتجاه الشمال ده مش بيبقى ثابت. انا لو حطيته كده معناه انه هيبقى ثابت في كل الاحوال، لكن هو المفروض بيميل بنفس الميل. عشان كده دايما ما بحطوش، انا دايما بحطه من جوه. طيب بعدها الحاجات اللي تحت دي بشيلها ازاي؟ بعلم عليها واروح من البروبرز. خلي بالك دي ما بتتمسحش بقى، بعلم عليها واروح من البروبرز اللي هو ان او انتر وابدا اصفر كل مين اصفر كل المشاكل كل حاجات الشباك اللي عندك دي. خلصت كله الحمد لله. شيل بقى اخر حاجه عندك اللي هو مين اللي هو الراجل المحترم ده. ايه رايك يا عم اسلام دلوقتي شكل اللوحه بتاعتك هيبقى بالمنظر ده؟ ده كده الخرطوشه اللي انت حددتها والبلان بتاعك هيبقى هنا والبروفايل بتاعك هيبقى فين؟ هيبقى في الجزء ده. وكمان اروح اعمل ايه؟ اشد ده من هنا كده، اشد ده من هنا كده، اشد ده من هنا كده، وخلي البلان والبروفايل يبداوا منين؟ من نفس النقطه، مفيش فيها ادنى ايه؟ ادنى مشكله. لو خلصت يا عم البلان وخلصت البروفايل، وخلي بالك انا دلوقتي متاكد ان انا بطبع بسكيل كام؟ 1000. طب لو عايز اخليه 1000 انا عايز 1000 اوريدي، بس انا لو عايز يطبع 1000 موجود هنا بتهيألي يا ترى هتغير في ايه؟ فاكر من المره اللي فاتت من الام او انتر اللي هي البروبرتيز برده بخش بقى على البروبرتيز بتاعت مين؟ تمام بتاعت الفريمز نفسها. ومن الفريمز دي يا عم اسلام هتلاقي الراجل مظبط نفسه بسكيل كام؟ 1000 1000 واتفقنا لو انا عايز اخليه 1000 يبقى اقول له يس او اللي هي اقفل يس دي خليها نو سوري بعدها افتح اقول له ايه؟ خدها لي يا عم 1000 ده لو انا عايز اطبع باي سكيل تاني بعدها اكيد بعد ما اخلص بقول له ايه يس واقفل تاني. يبقى ده شكل الفريم. عشان اطبع بالسكيل اللي انا عايزه بختاره وببدا اغير مين ببدا اغير من الام وانتر ببدا اغير السكيل اللي انا عايزه بدون ادنى مشكله. انا ظبطته دلوقتي على سكيل واحد لكام؟ واحد يعني. خلصت يا عم ظبطت الخرطوش وظبطت الفريم ظبطت السكيل بتاعه اقفل يا ريس. او ممكن ما تقفلش يعني ممكن تسيف وتسيب ولا كنا هنعمل ايه هقفله. بس تخلي بالك من حاجه احنا نسيناها على فكره. ايه هي اللوحه دي؟ يفضل ان انا اديها اسم مميز. تمام انا هرجع افتحه تاني معلش من الاوبن اروح فين؟ طيب اكيد يعني عشان تبقى تحافظ على التمبلت على الديسك توب. ومن الديسك توب ده خلي بالك مش قاريها انا مش مسميها دي بي تمبلت. فين هي؟ مش هيقراها الا لما تختار صيغه مين تحت دي دبليو تي. الله ينور عليك. لازم اقول له اقرا لي الحاجات اللي اسمها دي دبليو تي على الديسك توب تاني هيلاقي جاب لك يا باشمهندس اللي هي البي بي تي اهي. ايه بقى الحاجات؟ خلي بالك انا حطيتها في الفولدر والفولدر ده لما افتحه هلاقي فيه مازال موجود كل التمبلتس بتاعت البرنامج صح؟ يفضل ان انا اسيب التمبلت بتاع ده بنفس الاسم ولا اغيره او اديله اسم مميز؟ اديله اسم تاني علشان ابقى عارفه. يبقى افضل تحت كده اديله اسم تاني. طب ازاي؟ بقف هنا كده وادوس دبل كليك بسرعه الاقي الراجل فتح لي التعديل اقول له دي ولكن اسميها ايه؟ واحد مثلا واديها شويه وحيد كده وسكيل كام يا هندسه؟ 1000 واحد سوري 1000 يبقى خلاص كده انا ايه اديتها الاسم المميز بتاعي. خلاص خلصت وظبطت كل حاجه اقفل واقول له ماشي يا عم سيف وابدا بقى ارجع لي البروجكت بتاعك. انت عايز تعمل ايه بقى؟ هنرجع بقى للبروفايل تاني نقول له قطع لي بقى كل المسافه كده. تمام انا رحت للبروجكت بتاعي صح؟ عايز اعمل ايه بقى؟
عايز ابدا اخلي البرنامج يجيب لي التمبلتس اللي انا ظبطته ده ويحطته على مين؟ على البلان، ويبدا يطلع لي اللوحات بتاعه البلان بروفايل. ماشي. قبل برضو ما حضرتك تخش في الموضوع ده، اكد على البندات بتاعه مين فاكر؟ البروفايل. اكد على البندات بتاعه البروفايل. هل حضرتك مطلع البندات اللي انت عايزها ولا لا؟ ومظبطها؟ مظبطها ومروقها. قبل برضو ما تخش، خش كده من البروفايل فيو بروبيرتيز فاكر؟ تمام. وخش على البندات دي وقول له حاجه اسمها سيف. مش دي البندات بتاعتي بشكلها اللي انا عايزه؟ قول له سيف ليبل سيت او سيف باند سيت. ومن سيف باند سيت برضو اديها ايه يا هندسه؟ اسم برضو عشان اعرف اتعرف. اديها اسم عشان تقدر تعرف. انا ولكن سيفتها، باسم ايه؟ خمسات وليكن بعدها. اوكي ماشي يا ريس. طب جميل جدا. دلوقتي لو حضرتك ظبطت البندات بتاعتك وظبطت التمبلت، انت جاهز انك تبدا تطلع مين؟ لوحاتك. يا كابتن ازاي؟ عشان تطلع اللوحات بتاعتك هتمر بخطوتين بسيط جدا. الخطوتين دول اولا لازم تبقى واقف على السيفل ولا على الكاد؟ انا دلوقتي واقف على السيفل ولا كاد؟ لا كده كاد. لازم ارجع للسيفل تاني، فاروح للسيفل بتاعي. بعدها برضه هروح اظهر مين؟ المنيو بار بتاعت مين؟ السيفل. ازاي؟ من السهم المقلوب ده، وبقول له ايه؟ شو المنيو بار. علشان حضرتك تبدا تطلع اللوحات هتروح للقائمه الرئيسيه اللي اسمها ايه؟ جنرال. ومن جنرال هتدور على حاجه اسمها بلان برودكشن تولز. ومن بلان برودكشن تولز هتقوم بخطوتين، حاجه اسمها الفريم او كرييت فريم، ثم كرييت الايه؟ شيت. الفريم اللي هو اختار لي البرواز يا عم اللي انت عايز تشتغل عليه، واختار لي الطريق اللي انت هتطلع اللوحات بتاعته. بعدها الشيت اللي هو طلع لي ايه بقى؟ لوحات. طلع لي اللوحات بتاعتي. حضرتك عايز الان عاوزين الفريم. انا عايز دلوقتي اقول لك الفريم، فاقول له كرييت لي الفريمز. اول ما تقول له كرييت لي الفريمز هتلاقي راجل بيسالك اديني، هتبص هنا واسالك على شويه حاجات اهي، صح؟ اولهم اللي هو ايه؟ الالاينمنت. فين الطريق بتاعك؟ الطريق بتاعك انت عارف اسمه ولا مش عارف؟ لو عارف اختاره، مش عارف قول له بيك اللي هو ادوس على السهم ده. بعدها هطلع اختار مين هندسه؟ اختار السنتر لاين بتاع الطريق بتاعك يا عمي. طب صعب عشان النقطه، اختاره من نقطه بدايته او من نقطه ايه؟ نهايته. يعني حاول تدور كده على نقطه الايه. لو هو عندك خطوط كتير، خلي بالك المشكله ان انت عندك خطوط كتير قوي فوق بعضيها، فحاول تختاره من نقطة البداية أو نقطة النهاية. مش مختاره ارجع تاني من المسطرة وقول له يا عم الطريق بتاعنا بسميه أروان. وليكن أروان. طيب بص كده، هو جايبه لك حتى من جايب لك الطريق من كام؟ من 0 لحد 21900 وشوية. تمام. تحب تطلع الطريق كله هتاخد جزء من الطريق؟ لا ناخد جزء. لو عايز تاخد جزء قول له يا عم أنا هشتغل وليكن من سكيل من زيرو مثلا لحد 2 كيلو. طب لو هطلع الطريق كله؟ قول له كله طبعا. أنا وليكن هشتغل على الطريق كله، وإن كان الطريق الجاهز يبقى تقيل شوية بس مفيش مشكلة. بعدها أقول له إيه؟ نكست. اول ما نكست هتلاقيه بيسالك على مين؟ الشيت. الشيت ده هتلاقيه بيطلب منك حاجتين اتنين بس، هو انت هتطبع مين؟ بلان بس ولا بروفايل بس ولا بلان بروفايل؟ بلان بروفايل. طب فين التمبلت؟ طب موجود فين؟ البي بي ده انا على الديسك. الله ينور عليك. فعشان كده ايه؟ دوس على الزرار الصغير ده. تمام. هتلاقي بيقول لك طب دور لي بقى على الفولدر بتاعك. ادور على مين؟ اكيد زي ما انت قلت هروح على الديسك توب، ومن الديسك توب هدور على مين؟ بص كده فتح لي اللوحه، بيقول لي تختار حاجه من دول. اقول له لا يا عم انا هروح لمين؟ ايه ادور على الفولدر بتاعي. الفولدر بتاع حضرتك فين؟ على الديسك توب. اسمه ايه؟ بي بي تمبلت. خلي بالك لو مش دي دبليو تي مش هيقراه، انا مسيفه دي دبليو تي مؤكد خلاص الراجل اختاره. اقول له يا عم افتح لي البي بي تمبلت. بعدها اقول له ايه؟ اوبن. هتلاقيه بيجيب لك هنا كده جميع الشيتس اللي موجوده فين؟ في البي بي تي. يا ترى الشيت بتاعنا اسمه ايه؟ واحد. احنا كنا مسميناه ايه؟ واحد كتير اهو، ثم سكيل واحد لكام؟ 1000. يبقى ده الشيت بتاعي اختاره، ثم اقول له يا عمي اوبن، ااكد قدام ان هو فعلا خد الشيت بتاعه ولا لا. تمام. بعدها نكست يا عم اسلام. هتلاقي هنا بيسالك على حاجه اسمها الفيو جروب، هو بيدي له اسم ديفولت مش فارقه معاه، فاقول له نكست على طول. بعدها هنا كده من الماتش لاين دي ما تنساهاش. ايه الماتش لاين؟ الماتش لاين اللي هي الخطوط او المسميات بتاعت بدايه ونهايه كل لوحه، اللي هي المسافه المشتركه ما بين كل لوحتين. والراجل لما بيظهرها لو رحت كده للستايل بتاعها، لو دوست بيظهرها على شكل تهشير، والتهشير ده بيبقى سوليد، فبيظهر لك زي سواد كده في بدايه اللوحه وسواد فين؟ نهايه اللوحه. انا دايما ودائما بروح لمين هندسه؟ بروح للماتش لاين ده، وبروح للستايل بتاعي وادوس على ايديت كارنت سيليكشن. بعدها بقول له اقفل اللاير دي واقفل اللاير دي. اشمعنى؟ يعني عشان ما يظهر لهمش اي اثر، ما يظهرليش اي سوادات في اللوحه. بعدها بروح لمين اخر حاجه؟ يعني النقطه اللي هو بينها عندها يبدا عندها نحتاج غير اي البروفايل فيو. اخر حاجه هتلاقي الراجل بيسالك على شكل البروفايل بتاعي، واقول له يا عم اشتغل على البروفايل اللي انا شايفه مفيش مشكله. الاهم مين؟ الباندات. الباندز. يا ترى الباندات اللي انت عايز تشوفها مع البروفايل بتاعك انه باندات يا عمي؟ الموجوده تحت اللي انا لسه مسيفها. اللي اسمها ايه بقى؟ ما خلي بالك لو انت ما سيفتهاش ما كنتش هتلاقيها هنا، فكان لازم اسيفها عشان ايه؟ عشان الاقيها هنا اللي هي الخمسات. بعدها اقول له يا ريس
خلاص تقول له كرييت لي الفريم. اول ما هتقول له كرييت لي الفريم هتلاقي الراجل راح رايح على البلان شايف بقى الشكل الجميل ده. ده مين يا عمي؟ ده الفريم. اه ده الفريم بتاع اللوحات وبدا يرسل لك طالع على كل ده. اه قال لك اللوحه الاولى هتبدا تاخد مين؟ البرواز الاولاني ده. البرواز الاولاني ده هيمثل اللوحه الاولى، البرواز الثاني اللوحه الثانيه، وما الى ذلك لحد ما يوصل لمين؟ تمام، لنهايه الطريق بتاع الكاميرا. اذا الراجل دلوقتي عرف فين الطريق اللي هيشتغل عليه، وعرف البرواز بتاعه فين، وكمان السكيل اللي هيشتغل بيه كام، وبدا يحطته لك على البلان يا باشمهندس. طيب باقي لي ايه بقى؟ نحطه على اللوحه. باقي لي ان انا اطلعه على اللوحات بالظبط زي ما اتفقت. باقي لي ان انا اخر مرحله ان انا ابدا احطه على اللوحات واظبط الاخراج بتاعه ايه، وابدا اطلع لحد بي دي اف. طيب لحظات الراجل مثلا ده، الراجل دلوقتي ربنا اكرمه خلاص وطلع لي اللوحات بتاعتي كلها، هتلاقيه راح ماشي مع البروفايل مع الطريق بتاعك كامل ومخلص، وقال لك تقريبا هتوصل لحوالي 37 يوم. طيب عايز ابدا اطلع اللوحات دي بقى يا عم اسلم، اللي هي 37 لوحه دول اطلعهم ازاي؟ خلي بالك انا هطلعهم شيتات. شيتات ايه؟ اللي هي لوحات اللي هي لي اوتس كامله، والراجل هيبدا يشوف اللي اوت ده واللي اوت ده، هيبدا يرصهم لك ايه جنب الراجل دوت زي ما احنا شفنا قبل كده. طيب ابدا اطلع اللوحات دي ازاي؟ اروح ايضا لمين؟ للجنرال زي ما اتفقنا، ومن جنرال اروح لمين؟ بلان برودكشن تول. انا خلصت مين؟ اه تمام. خش على الخطوه اللي بعدها ليه؟ كرييت للشيتس. اول ما تقول له كرييت للشيتس هتلاقي بيطلع لك شاشه بسيطه ظريفه لذيذه، هيسالك فيها سؤال بريء خالص. ايه هو؟ هو انت دلوقتي عندك كام لوحه يا عم اسلام؟ 37. تحب ال 37 لوحه دول الراجل لما يطلعهم لك يطلعهم لك فين؟ هل يطلعهم لك في ملف بره ملف كده لوحده، ولا يطلعهم لك في نفس هذا الملف في الجروب، ولا يحطهم لك في مجموعه من الملفات؟ يعني يطلع لك ولكن كل خمسه كده في ملف لوحده، او في لوحه في فولدر لوحده، او في فايل لوحده. تمام، طلعهم في برنامج. اه انا دايما ودايما هقول له يا عم لما تيجي تطلع لي، بص كده الراجل خد فرصته وخلاص طلع، هيقول ايه؟ اولا الفيو فريم اللي انت لسه عامله حالا اللي احنا ايه الراجل سايفه اللي هو ده. طب بعدها اهم حاجه هنا هتلاقي بيسالك النمبر اوف لي اوتس، ولا اولي اوت ان وان دروينج، ولا اولي اوتس ان كارنت دروينج. يعني ايه؟ الشيتات اللي انا هطلعها لك اللي هو 37 لوحه دي، تحب احط كل شويه في لوحه، ولا تحب احطهم لك في لوحه ثانيه بره مين؟ بره البروجكت ده، ولا احطهم اولي اوت ان كارنت دروينج. انا دايما ودائما شغال على لوي اولي اوت ان كارنت دروينج. يعني ايه؟ بقول له حط لي ال 37 لوحه فين؟ في مكان واحد في البروجكت اللي انا شغال عليه دوت. اشمعنى؟ عشان تاخد نفس الاعدادات، لانك لو طلعتهم في لوحه جديده هتلاقيه بيرجعك للزيرو اعدادات، بيطلعهم من اعدادات الديفولت. فانا عشان كده اقول له طلعهم لي على ايه؟ على نفس هذا الشيء. بص كده مش عايز منك اي حاجه ثانيه، يبقى كل الموضوع اول ما اقول له هيقول ايه؟ قول لي اوت ان كارنت دروينج، بعدها اقول له كرييت لمين؟ للشيت. اول ما تقول له كرييت للشيت للاسف هتلاقيه بيسالك يقول لك ايه بقى؟ طب هحطهم فين؟ خلي بالك ممكن الخطوه دي ما تجيش على طول. تمام، يعني ممكن ما يسالكش على طول ايه؟ ويقول لي هتحط اللوحات بتاعتك فين؟ فتلاقي نفسك بتعيد الخطوه دي مره ثانيه. يعني بعيد الخطوه مره ثانيه؟ ماشي. اه يعني ممكن يطلع مني بالمنظر ده كده، فارجع اقول له معلش ايه من جنرال بلان برودكشن تول ثم ايه؟ كرييت شيت. كرييت شيت على طول، يعني ما اطلعش اقول له كرييت شيت على طول. يعني لو ما طبقهاش من اول مره على طول ايه؟ تمام، كررها مفيش اي مشكله. برضه هياخد ثواني وهيبدا يطلع لي، اقول له ايه؟ عامل بليد ازاي دلوقتي اصلا؟ بص كده يا هندسه، انا هقول له زي ما اتفقنا خلاص قول لي اوت كارت درونج، بعدها اقول له كرييت للشيتس اوكي، واقول له يا عم ايه حط لي اللوحات بتاعتي هنا في حته فاضيه كده بره، واقول له ايه ابدا يا عم رص لي اللوحات بتاعتي. برضه الراجل هياخد فرصته ويبدا يطلع لك ايه بقى؟ يطلع لك الشيتس. هيطلعهم لك فين؟ هيطلعهم لك في فايل كده لوحده، وهيبدا يرصهم لك تحت فين هنا يا هندسه؟ تحت، بدايه من شيت واحد لحد سبعه الشيت رقم كام؟ 37. عم الراجل ياخد فرصته خلاص، اهو بيشطب يا فرج الله. عم ياخد فرصته احنا ايه؟ الراجل خلص هندسه طلع لي الايه؟ طلع لي الشيتس. خلي بالك انا طلع لك شيت دي في صوره حاجتين، الملف ده بيشتمل على كل الشيتس بتاعتك، والشيتس اوريدي حطها فين؟ جنب، حطها عندك تحت. انا هقفل اللوحه دي كده خلاص، انا اوريدي الشيتس بتاعتي فين؟ موجوده معايا اهي. هتلاقي هنا على فكره راح مطلع لك الايه؟ البروفايلات بتاعتك اللي هي التقسيمات اللي الراجل اشتغل عليها. طب جميل الكلام دوت يا عم، انا عايز ابدا ابص على اللوحات. مش دلوقتي المفروض في لوحات؟ تمام. فين هي؟ تمام، تحت اهي. عايز ابدا ابص على اول لوحه عندي اللي هو الشيت رقم واحد. ادوس يا عم على الشيت ده، هيبدا الراجل برده بدايه كده يفتح لي الايه؟ يفتح لي هذا الشيت. فتح يا هندسه الايه؟ اللوحه الجميله بتاعتك اهي زي ما اتفقنا. ده ايه شكل الخرطوشه اللي احنا ايه؟ اللي احنا مظبطينها ومظبطين في كل حاجه. ده مين؟ البلان بتاعك. وده ايه؟ البروفايل بتاعك. خلي بالك عندك هنا البندات مش كامله، فانت تقدر تعمل ايه بقى؟ ترحل. اه تقدر تشد الخط ده من هنا لحد هنا كده وتجيبه لحد النهايه، تلاقيه يا باشمهندس ظبط لك الدنيا. وبرده تقدر تشد الخط ده من هنا فين؟ من هنا تحت كده، يبدا يظبط لك الايه؟ الدنيا بتاعتك. ماشي يا ريس؟ تمام. طب اللوحه الثانيه برده اه حلو، بتبان فيها اسماء البندات ولا تبقى مكمله على طول؟
يعني يمكن من على طول. لا نفس الشده دي هتشدها في كل لوحه، يعني الشده اللي عندك اللي احنا شديناها دي هتشدها في كل لوحه. طيب اللوحه بقى اللي ظهرت معايا ده عم اسلام، قبل ما اطبعها هحتاج اعدل في حاجه من ثلاثه، ايه هي؟ اولهم الخرطوشه، انا نسيت حاجه في الخرطوشه وعايز ارجع اعدلها تاني، هل ارجع البس في الحيط واعمل الموضوع من الاول ولا ممكن اعدلها؟ ممكن اعدلها. تاني حاجه عايز اعدل ايه في البروفايل حاجه، تالت حاجه عايز اعدل فين في البلاد، ايه عايز اعدل في البلاد، ولكن شكل عامل الكوريدور ده مش عاجبني عايز امسح الكوريدور ده من اللوحه، شكل الستيشنز او السامبل لاين ده مش موجود عايز اشيله من اللوحه، ولكن شكل عايز اكتب الدايمنشن، الدايمنشن بتاعت مين، نص القطر بتاع المنحنى والعروض بتاعت الحراره، فانا عايز اعدل في البلان او اعدل في البروفايل او اعدل فين في خرطوش. خلينا ناخدهم واحده واحده. اول حاجه لو حضرتك عايز تعدل في الخرطوشه هتروح للبلوك اديتور. تمام، يبقى تاني لو عايز اعدل في الخرطوشه اروح للبلوك اديتور. اروح للبلوك اديتور ده ازاي؟ يا اما اختار الخرطوشه كليك يمين واقول له بلوك اديتور زي ما اتفقنا، يا اما اروح لمين ها؟ تمام، اروح للتو دي درافتنج عشان اجيب امر بلوك الايديت او الايديت بلوك، بعدها بروح للهوم بعدها اقول له ايه؟ ايديت بلوك، وارجع تاني ادور على مين بقى حاج اسلام؟ على الايزو اي 1. فين الايزو اي 1؟ طب ما احنا مسمينها باسم جديد. فين يا ابني الاي 1 والاي 1 بوردر اهي، ايزو اي 1 اي بوردر يا عم اهي، بعدها تقول له ايه؟ اوكي تم، سمي الملف باسم جديد تمام، او اللوحه الفريم كله باسم جديد، لكن الخرطوشه نفسها ما سميتهاش ماشي. فاول ما تقول له الاي الايزو اي 1 اديتور هتلاقي برده بيفتح لك نفس مين، نفس نفس الشاشه اللي كانت هناك، اللي هو لوحه بتشتغل بس على مين، على الخرطوشه، عدل ما شئت، اكتب بقى كتابات جديده، امسح، اعمل اعمل الخرطوشه بتاعتك هي وبس صح، اعمل اللي انت عايزه في هذه الخرطوشه يا باشمهندس، هتعدل برده على مين، الخرطوشه، على اللوحات كامله. يعني مثلا لو عايز اخد كوبي من الراجل ده وكده اهوت واروح من هنا احط هنا، ولكن اقول له مثلا ام او انتر واقول له يا عم دي هسميها، خلي بالك دلوقتي انت عدلت على مين، عدلت على لوحه ولا على اللوحات؟ على اللوحات كلها. اي حاجه هتتعدل ولا مش هتعدل؟ طيب. هتتعدل. سيادتك خلصت قول له ايه؟ قول له كلوز بلوك اديتور ثم سيف، هيبدا يطبق لك اللي انت عملته على جميع اللوحات بتاعتك مباشره. دلوقتي يا برنس احنا عدلنا فين في الخرطوشه؟ هتلاقي اللي انت عدلته ايه؟ تمام. اتطبق الكلام اللي احنا لسه ضايفينه وطبق على كل اللوحات. طب الحاجه الثانيه، الحاجه الثانيه والثالثه اللي انا عايز اعدلهم، سواء انا عايز اعدل على البلان او اعدل على ايه؟ البروفايل. احنا اتفقنا لو عدل على الخرطوشه بلوك اديتور دي ما فيهاش مشكله صح؟ لو حضرتك عايز تعدل على البلان وعلى البروفايل لا مش هينفع اعدل من هنا. امال اعمل ايه بقى؟ لازم ارجع لحاجه اسمها الموديل. الموديل ده عم اسلام اللي هو البروجكت بتاع الاساسي، يعني اي تعديل على اللوحات انا هعدل فين؟ في البروجكت الاساسي اوتوماتيك هتطبق فين يا عمي؟ على اللوحات بتاعته مباشره. طب ايه اصلا الحاجات اللي انت عايز تعدلها هنا؟ وليكن بالنسبه للراجل ده زي ما اتفقنا ممكن احتاج ان انا اخفي حاجات او اظهر ايه؟ حاجات. ممكن احتاج ان انا اكتب دايمنشن، ممكن احتاج ان انا احط الايه؟ اسهم مثلا. طب الحاجه الثانيه اللي انت عايز تعملها تظبطها في البروفايل، هتيجي تبص في البروفايل هتلاقي البندات ضربت، ايه خد المنسوب بتاع الجراوند ليفل هو نفس المنسوب بتاع الروت ليفل. هل ده مظبوط؟ وبناء عليه صفر مين؟ الفرق ما بينهم، وكمان مش كتب لك اي بيانات على مين؟ على الخط ده، مش المفروض الخط ده له ميل ولو فيرتيكال كيرف، ما كتبش على اي حاجه، فانا بحتاج اظبط كتابات مين؟ الديزاين لاين، وبحتاج كمان اظبط مين؟ البندات اللي عندي دي. يبقى سواء هتعدل على بروفايل او هتعدل على بلان لازم ارجع لمين؟ تمام، للاساس بتاعك. فهرجع للاساس يا عم اسلام، هرجع للموديل ده واروح وادوس عليه كده دبل كليك كفتح او كليك كفتح. برده الراجل هياخد فرصته. الراجل دلوقتي فتح لك مين هندسه؟ فتح لي الموديل بتاعي، لو رحت للموديل هتلاقي ده البلان بتاعك، ده البلان الاساسي، وده مين هنا هندسه، وده دي التقسيمات اللي هي البروفايل. خلي بالك لو عايز تعدل اي حاجه في البلان هتعدلها هنا على البلان بتاعك مباشره. اي حاجه هتحطها هنا اوتوماتيك ايه؟ تظهر في اللوحات مباشره. طيب لو عايز اعدل على البروفايل، هل اعدل على البروفايل ده؟ نو. امال اعدل فين؟ على التقسيمات يا عم اسلام، على التقسيمات اللي احنا طلعناها اللي هي التقسيمات بتاعه البروفايل اللي عندك ده. يبقى لو حضرتك عايز تعدل على حاجه في البروفايل هتعدلها هنا على مثلي. تمام، في مشكله؟ طب ما تيجي نعدل حاجه في البلان. اول حاجه وليكن عايز اعدل حاجه في البلان، عايز اخفي مين؟ السامبل لاين. اخفي السامبل لاين اللي هي قفل الدنيا دي، وليكن عايز اخفي كمان مين؟ الكوريدور. اللي انت عايزه اعمله، ما فيش اي مشكله. ممكن تروح منين؟ من اللايرز، ومن اللاير تقول له ايه حاجه اسمها ايه؟ فريز او لاي اوف براحتك، بس الافضل ايه؟ فريز اللي هو يتفاعل مع كل حاجه. لاي اوف عادي جدا، بس خلي بالك لاي اوف ممكن تيجي عند الكوريدور وما تقفلوش، فالافضل تشتغل بايه؟ بفريز. فريز هو برضه بيقفل، بس بيقفل من الرسمه كلها، فانا هقول له فريز، ومن فريز ولكن اقول له يا عم اخفي لي مين السامبل لاين، واخفي لي كمان الكتابات بتاعت مين؟ فريز بتاعت هذه السامبل لاين. ايه؟
ما خلي بالك انا دلوقتي واقف على الاوتوكاد، لو عايز تروح للسيفل روح للسيفل هتلاقي ايه موجوده هناك برده، هي الاثنين واحد يعني، هي على لمبه التلفزيون عندك ايه بعدها. ولكن عايز اخفي كمان مثلا الكوريدور مفيش مشكله، ايه دوس عليه كليك هتلاقي راجل اخفي اصبح عندك مين السنتر لاين. طب يا عم ده انا عايز اخد وليكن اوفست من السنتر لاين ده مش عارف 5 متر و5 متر اوفست على مسافه وليكن 5 متر من الخط ده اليمادي ومن الخط ده يا عم اسلام اليمادي. طب ده الخط ده انا عايز اغير الخصائص بتاعته، اختار الخط ومن ام او بروبريتيز غير مين. اذا من حق حضرتك تعمل اللي انت عايزه ولا لا؟ اقدر اعمل اللي انا عايزه بدون ادنى مشكله. طب ولكن عايز اخد اوفست كمان مثلا ولكن على 10 متر، يبقى اوفست ولكن على 10 متر من ده اليمادي ومن ده اليمادي. سيب الكوريدور وخلاص. ايه لو كنت سيب الكوريدور انا بقول لك براحتك اعمل اللي انت عايزه، عايز تسيب الكوريدور ماشي، عايز ايه عايز تخفي عايز تظهر اعمل اللي انت عايزه يا عم اسلام. طب انا دلوقتي وليكن يا حاج اسلام عايز احط الدايمنشن، عايز اعمل الدايمنشن، اعمل اللي انت عايزه بامر لاين، اعمل خط مثلا وبعد كده اعمل ايه سهم مثلا، السهم ده تصور تحطه على البلان او تحطه فين. تمام. طب انا حطيته بره كده هل هيظهر معايا في اللوحه ولا مش هيظهر؟ هيظهر. شايف البرواز ده؟ تمام. كل ما هو بداخله هتظهر معاك. تمام. وخلي بالك اتجاه الشمال لو انت عايزه تحطه مظبوط حطه فين برده جوه البرواز ده، هتلاقيه اوتوماتيك بيظهر معاك وبيدور معاك بنفس الايه الدوران بتاع اللوحه. طبعا الاستيشن ظاهره بس يعني من كتر الكتابات. لا 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 هتلاقي الفريز قفلها. لا هتلاقي الفريز قفلها، احنا عملنا فريز لحاجه معينه فتلاقي برده يعني على نفس لير معينه فالراجل ايه قفلها. المهم اي تعديل هنا اتطبقت فين على طول؟ على اللوحه في البلان او على اللوحات مباشره. طب الحاجه الثانيه لو انا عايز اعدل بقى في البروفايل، لو حضرتك عايز تعدل في البروفايل يا اسلام هتروح لمين؟ اختاره اروح عليكم الجزء ده هو فين اول اول تقطيع اول جزء اهو صح. انا عايز دلوقتي اعدل البندات دي، فاكر كنا بنعدلها منين؟ تمام. منين اقول له عم اسلام بروبرتيز من بروبرز ادى البندات بتاعتك الجميله اي صح. روح بس لمين للرود ليفل ده اكد ان هو منين، من الناشونال ولا من ديزاين جريد يا راجل؟ اللي هو احنا قلنا عندنا ثلاث بندات الجراوند ليفل وتقرا منين اكيد لازم تبقى من الناشونال جراوند. والرود ليفل لازم يبقى منين هنا من الديزاين جريد. واخر حاجه عندك اللي هو الديفرنس، والديفرنس ده احنا اتفقنا هو مين اللي هو الرود ناقص ولا مين ناقص مين. الرود ناقص، فالرود هاخد الاولانيه هي الرود ليفل والثانيه هي مين هي الجراوند ليفل. سهله ولا صعبه؟ كده انا عدلت في مين؟ تمام في الكتاب القراءات اللي تحت بتاعت مين بتاعت اول تقسيمه بس. تمام. الكلام اللي حضرتك عملته هنا تعمله على مين؟ تمام على باقي التقسيمات. طب وهنا يا عم اسلام خلي بالك انا بعمله ازاي على نفس التقسيمات؟ انا دلوقتي على الامر على فكره صح، فبدوس انتر على الفاضي بعدها بختار البروفايل اللي بعده وبعدها على طول بروح اعمل ايه يعني هعدل على كل بروفايل لوحده على كل بروفايلايه واخلي ده ديزاين جريد والاولاني هو الديزاين بعدها اوكي يا عم اسلام ثم بروح جري لمين للي بعده. تمام. انتر على الفاضي واروح للي بعده واعمل ايه. تمام. نفس الكلام اروح لمين اهي اخلي دي الديزاين جريد زي ما اتفقنا ودي اولا بس هو الديزاين جريد عشان يقرا لي الايه الفرق بتاعي. الكلام ده بكرره على مين؟ على كل التقسيمات اللي عندي سريعا جدا. اخر حاجه عندنا يا ريس اللي هي مين؟ على الكيرف اللي هو الديزاين جريد اللي هو الخط التصميم اللي عندك ده هتعمل ايه يا بنس؟ هختار الخط الجميل ده بعدها اروح لمين؟ من الايديت بروفايل فيو ليبل اختار الراجل ده بعدها بقول له مين؟ امبورت. الله ينور عليك واجيب البيانات اللي انا ايه مسيفها عندي اوكي. تلاقي الراجل اظهر الله ما اظهرش حاجه. لا يا باشمهندس اظهر لك ليه الميل؟ طب ليه ما اظهرش فيرتيكال كيرف عشان انا معاك؟ الله ينور عليك. لكن لو قلت له هنا برده خلي بالك برده انتر على الفاضي سريعا واقول له امبورت وهات لي مين؟ وهات لي البي ال اوكي ثم اوكي والكلام ده بكرره على مين؟ على كل بره. خلصت يا عم اسلام لو رحت دلوقتي على الشيت رقم واحد هتلاقي راح اوريدي مطبق لك ايه؟ تمام. اللي انت قلته ده كده مباشره. طب بص كده ورجعت على الشيت رقم واحد مثلا هتلاقي الراجل راح مطبق لك الحاجات اللي انت قلتها سواء على البلان او سواء على ايه؟ على البروفايل. تمام احنا خلصنا ايه؟ خلصنا البلان. بص كده اي حاجه عملتها في البلان اللي حصل ادي الراجل اخفى لك كل حاجه وظهر لك الاوفست اللي احنا خدناه وعملت السهم ظهر معاك عملت اي كتابات كتبت اي دايمنشن اوريدي ظهرت معاك. ماشي ماشي جميل. الحاجه الثانيه البروفايل اللي اظهر لك عليه بيانات ولا لا؟ وتحت يا عم كتب لك وظبط لك الحسابات بتاعتك. تمام. ولا لا؟ تمام يا عم وانا دلوقتي ظبطت كل اللوحات وظبطت خرطوشتي وكله تمام انا جاهز ان انا اطبع. هل ينفع اخد الملف ده زي ما هو كده واروح للراجل بتاع الطباعه واقول له اطبع؟ للاسف مش هيفتح. ليه؟ لان ده سيفل مش هيفتح عنه. امال اعمل ايه؟ اتفقنا لازم اطلع اللوحات بتاعتي بي دي اف. تمام. قبل ما اروح للراجل هناك هو انا ممكن اطلع اللوحات دي كده بي دي اف يا باشمهندس؟ مين اللي هيطلعها لك؟ ايضا البرنامج. ازاي؟ من قلنا من لازم ابقى واقف على السيفل ومن القايمه الرئيسيه اللي اسمها اوت بوت. يبقى انا دلوقتي عايز اطلع كل اللوحات بتاعتي ايه بي دي اف فاروح من القايمه الرئيسيه اسمها ايه كنترول بي واختار بقى اوت بوت. لا انت كنترول بي يبقى هتختار لوحه لوحه. انا دلوقتي عايز الراجل يطلعهم لي ال 37 لوحه مره واحده في فايل واحد كلهم تحت بعض. مين اللي هيعمل لك الكلام ده؟ البرنامج.
فعلشان كده هروح من قائمه، لو انا عايز اطلع لحد بتاعتي بي دي اف هروح من قائمه اوتبوت، ومن اوتبوت بقول له حاجه اسمها ايه باتش بلوت، يبقى باتش بلوت عشان يطلع لي كل لحد الافين. اول ما تقول له باتش بلوت هتلاقي الراجل بيجي فاتح لك شاشه يقول لك اختار لي الحاجات اللي انت عايز تطلعها. اكيد هختار ميني هندسه الشيتس بتاعته بس. اول ما قلت له باتش بلوت يا باشمهندس، الراجل اظهر لي الشاشه الجميله اللي عندك دي، هسالك فيها على شويه حاجات. ايه هي؟ اولهم التشيك ليست، الشيت ليست مش فارقه معايا، وبسالك على المكان بتاع السيف هنختار من مكان تاني. بعدها البابلش تو بيسالك انت هتطلع في صوره ايه. الاوتبوت هقول له يا عم طلعها لي في صوره بي دي اف. طيب حضرتك دلوقتي عايز تطلع الملف بتاعك ده فين؟ هقول له وليكن من باب من بابلش اوبشن، هقول له يا عم هنا كده وليكن سيف لي مثلا على الديسكتوب في فولدر، يعني اعمل لك فولدر كده على الديسكتوب بتاعك يا باشمهندس وليكن فولدر 2 وابدا اختار هذا الفولدر. يبقى دلوقتي اللوحات لما تطلع هتطلع فين؟ فولدر 2، دي فولدر 2 اللي موجود على الديسكتوب. بعدها اقول له اوكي. بعدها هنا بيسالك انت عايز تطلع مين؟ هل عايز تطلع اللوحه الاوتوكاد دي ولا اللوحه الاوتوكاد دي ولا اللوحه الاوتوكاد دي ولا لي اوت ده ولا لي اوت ده ولا الشيتس؟ انا عايز فقط واقول له اطلع الشيتس اللي هم بدايه من شيت 1 لحد شيت كام؟ 37. وليكن الشيت 37 يا باشمهندس اللي هو الشيت الجميل، او الشيت 38 كمان اللي عندك ده. فانا هنا هقول له ايه بالنسبه للوحه دي، انت عايز تطلعها ولا لا؟ لا طبعا. فعلشان كده بقول له اللوحه دي ماينس، يعني ماينس بلاش منها وكمان بلاش اللي اوت ده ما يخصكش. فعشان كده بقول له برده بلاش منه وبلاش ايه منه. باقي لك مين هندسه؟ الشيتس بس بتاعتك الجميله الظريفه اللذيذه اهي، اخترتها واكدت ان انا بي دي اف واخترت المكان اللي انا سايب فيه. اقول له ايه؟ بابلش. يعني بابلش ابدا طلعهم لي يا عم على مين؟ تمام. طلعهم لي على مفيش اي حاجه خالص. هقول له ابدا طلعهم لي على مين؟ تمام. على البي دي اف. طب يسالك بقى بص كده، هو اوريدي هيسيف على الفولدر 2، هتسيفهم باسم ايه؟ اقول له وليكن يا عم سيفهم باسم اي حاجه بي دي اف مثلا. ثم اقول له ايه؟ سيلكت او كلوز. هتلاقي يا باشمهندس الراجل بدا يعمل ايه؟ هيبدا يطلع لك اللوحات بتاعتك مباشره. بس تخلي بالك موضوع استخراج لحد هياخد منه ايه؟ وقت شويه، يعني هياخد له مثلا ساعه كده ولا حاجه، بحيث انه اكنه بيطبع لحد على فكره، فبيبدا يطلع كل لوحه لوحه على ايه؟ على بي دي اف. طب ايه اللي هيعرفنا الراجل ده شغال ولا بيهزر ولا بيضحك عليا؟ اللي هيعرفك يا هندسه علامه الطبعه اللي عندك تحت دي، دي واحده بس كده هيشغلها. الراجل قبل الامر بتاعك خلاص وبدا ايه؟ وبدا يطلع. ايه اللي بيعرفك هو شغال ولا مش شغال ولا بيهزر؟ بص كده شايف علامه الطبعه اللي عندك تحت دي؟ شغاله ولا مش شغاله؟ شغاله، عماله بتطلع في حاجات يا باشمهندس. طول ما هي شغاله معناه ان الراجل عمال بايه؟ بيشغلك. واول ما تقرب منه كده هتلاقيه بيقول لك البابلش جوب ان بروجريس، يعني ايه؟ انا عمال بطلع لك في اللوحات بي دي اف بتاعتك. وبعد شويتين كده هتلاقيه عمال بيعد لك. يعني ايه بيعد؟ يعني يقول لك دلوقتي ولكن انا شغال في اللوحه رقم 1، شغال في اللوحه رقم 2، شغال في اللوحه رقم 3 وانت شغال. بص كده بدا يقول لك ايه بقى دلوقتي؟ انا دلوقتي شغال في اللوحه رقم 1 اوف كام؟ 38. 1 اوف 38. بعدها ياخد وقته ويخلص 2 اوف 3 38 لحد ما يوصل لك لايه؟ 38. يقول لك الجوب سكسس يا باشمهندس، اللي هي سكسسفول، خلاص انا خلصت الايه؟ المهمه بتاعتي. اول ما يخلص يا باشمهندس تروح للنيو فولدر اللي عندك على الديسك توب، هتلاقيه عندك مين؟ تمام. هلاقي عندي يا باشمهندس اللوحه او الملف واحد بي دي اف بيشتمل على كل اللوحات بتاعتي. تمام. في مشكله في هذا الكلام؟ اذا دلوقتي حضرتك تقدر تطلع اللوحات بتاعتك بلان بروفايل، تقدر تظبط في كل حاجه سواء البلان او البروفايل او اللوحه، وتبدا تطلع اللوحات بتاعتك ايه؟ تمام. بي دي اف. تقدر تطبع البي دي اف؟ طبعا اخده بقى على فلاش عادي جدا واطبع في اي مكان بدون ادنى مشكله، مش لازم اوتوكاد ولا لازم سيفل ولا لازم اي شيء. شكرا والسلام عليكم. ماشي.